علاقة طيبة وجميلة جدا، تلاقينا أنا وياها وعشنا لحظات زويونة مع في جزيرة الكنز. فهمتيني، هذوك هما أكثر لحظات قست مع دنيا باطمة بزاف. دنيا باطمة تنشجع من البداية ديالها، تبارك الله ولات دابا سوبر ستار يعني، ويعني إنسانة طيبة وظريفة وتخي جونسية وراجلها. دوزي خويا من البداية ديالو تقريبا نفس لا جينيراسيون انا وياه. ويعني انا بديت صغير، هو بان فاش كان صغير بحال هكا فانتي غني، انا ما بنش صغير غني وعندي لي فيديو تاع انا قدام داكشي، ولكن تبارك الله عليه كان ديما تيجيني دوزي مجتهد، دوزي مجتهد وعزيز عليا بزاف. وتنتلاقاو تلاقينا الصدف بزاف د الحفلات. سلمى رشيد واحد الفنانة جميلة عزيزة عليا بزاف، وتلاقينا في بلوزيوغ ريبريز، ما كتلاقينا تشوفنا شي حيت المناجر ديالها سي رضا برادي صديق ديالي بزاف، على خاطر نتلاقاو بزاف. صديقة عزيزة عليا بزاف وعمرها ما تحت الفرصة باش تلاقينا لا قرا الكليب. فهمتي، كنت ديما تنهضر انا وياها ويعني وديما تنقول لها ان شاء الله فاش يكون شي عمل راه غنعيط عليك وغنخدموا اونصومبل. وفعلا فاش جات الفرصه تاع اجيني كنت انا في امريكا، وفاش اتصلت بها قلت لها الو غندير واحد الكليب انا وياك بالسيلفي، انت عاد ديري سيلفي في المغرب وانا ندير سيلفي في امريكا داكشي. صافي قالت لي فهمتها، حيت انا كنت هضرت مع واحد المانكا واحده اخرى وباش دير معايا نفس الشيء، ولكن ما فهمهاش. قال لي كيفاش انا نصور وانت تصور كيعجي هذا الشيء، بحال لي قللات الفكره ما فهمتهاش. ولكن مريم رشيد تبارك الله سمارت بزربه فهمتها، جات لها سهله دارتها وهي الحمد لله.